صباح الخير واهلا بحضراتكم في جوله جديده في الصحافه اليوم. امبارح اعلنت روسيا بشكل رسمي ان الطياره اللي وقعت في شبه جزيره سيناء كانت نتيجه عمل ارهابي. الاعلان ده كان له تداعيات كتير ولسه هينتج عنه كمان تداعيات اكتر. ده يخلينا كحكومه وكدوله يكون عندنا بلان بي او الخطه به، لانه ما ينفعش في الملف ده تحديدا نسيب اي حاجه للصدفه. لازم نكون مجهزين سيناريوهات كامله للتعامل مع اي رد فعل او اي تاثير سلبي يترتب على الاعلان ده. اداء الحكومه النهارده كان الحقيقه يقلق، كان بطيء جدا في الظهور. التصريح والرد على بيان روسيا اللي وصل لمرحله تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بانه يستخدم الماده 51 من ميثاق الامم المتحده ومطارده الجناه في اي مكان في العالم، واقتصر رد الفعل المصري على بيان من وزاره الطيران بياكد ان السلطات المصريه المعنيه هتاخد بعين الاعتبار التحقيقات اللي توصل ليها الجانب الروسي وهتضمنها في عمليه التحقيق الشامله اللي بتقوم بيها لجنة التحقيق المشكلة من جميع الأطراف الدولية المعنية بالحادث. البيان ده رغم أنه ما قالش حاجة تقريبا ولا يتناسب أبدا مع المشكلة الحقيقية اللي إحنا فيها، لكنه كمان صدر بعد 6 ساعات من الإعلان الروسي. يعني 6 ساعات كاملة علشان الحكومة تطلع بيان يرد على كلام روسيا. واللي يقلق ان احنا لو مشينا بالتسلسل الزمني ده هيكون عندنا مشكلة تتعقد اكتر. علشان كده فكرنا ان احنا ممكن ازاي نفكر في الخطة به علشان نتجنب من الاثار السلبية اللي ممكن نتحط فيها. هنطرح على الحكومة بعض الاسئلة اللي لازم توصل فيها لاجابات واضحة وتفصيلية علشان يبقى تحت ايديها سيناريوهات متكاملة للتعامل مع الازمة. لأننا نفسنا حقيقي نشوف أزمة واحدة بس بيتم إدارتها صح. إزاي هنتعامل مع الأزمة دي بحيث إنك ما تخسرش روسيا اللي بتعتبر حليفك السياسي الأبرز بعد 30/6؟ ما هي الخطط لإنقاذ السياحة بعد ما بقت مهددة بفقدان السياحة الروسية اللي بتحتل المركز الأول في السياحة الوافدة لمصر؟ هل تواصلنا مع خبراء دوليين في الطيران علشان نناقش معاهم مسألة التعويضات حجمها ممكن يكون قد إيه وإذا كانت مصر ملزمة إنها تدفع ده ولا لأ؟ هل فكرنا إن إحنا نعمل نصب تذكاري مثلا لضحايا الطيارة، خاصة إن خطوة زي دي ممكن تدوب الجليد مع الشعب الروسي والحكومة الروسية؟ هل فكرنا إن إحنا نجهز فريق قانوني دولي على أعلى مستوى علشان نكون جاهزين لأسوأ الاحتمالات في حالة انه كان في محاولة مثلا لفرض عقوبات علينا؟ هنرد ازاي على روسيا لو قررت انها تتدخل عسكريا في سيناء علشان تطارد المتسببين في سقوط الطيارة لو ثبت فعلا انها تم اسقاطها بعمل ارهابي؟ طيب ايه الاجراءات اللي هناخدها علشان نعيد الثقة مرة تانية في مطاراتنا وفي إجراءاتنا الأمنية؟ لأن دي هتكون عنصر حاسم جدا في مسألة عودة السياح. إيه البدائل الاقتصادية اللي عندنا علشان نوفر العملة الصعبة في ظل توقعات بانخفاض التدخل أو الدخل السياحي في الفترة اللي جاية، خاصة إن إحنا أصلا بنعاني من ده بقالنا فترة من نقص الاحتياطي الأجنبي؟ إزاي ممكن نستخدم سفاراتنا في الخارج في توضيح الصورة الحقيقية للعالم والرد على أي دعاية سلبية تتعمل ضدنا في أي دولة؟ ليه ما عندناش متحدث رسمي لوسائل الإعلام الأجنبية يكون هو مسؤول عن الرد على أي سؤال من أي وسيلة إعلامية في كل ما يخص الحادث، بدل ما نسيب كل حد يتكلم شوية، بدل ما نسيب فراغ يتملي بتكهنات وفي بعض الأحيان كمان مش بس تكهنات، لا، معلومات خطأ؟ أسئلة لازم يتم الإجابة عليها فورا، لأن الإجابات دي هتكون هي خارطة الطريق اللي هنمشي عليها كدولة في الفترة اللي جاية، لأن زي ما قلنا ما ينفعش إن إحنا نسيب حاجة للصدفة. نفسنا إن الأزمة دي تخلص، وبعد ما تخلص
نعمل فقرة نشيد فيها بإدارة الأزمة اللي تمت في الملف ده واللي جنبت مصر كتير من المشاكل. بالمناسبة ممكن اللي يسمع دلوقتي الخبر ده ويقول طب ما هي فرنسا كان فيها عمليات إرهابية وجنب الاستاد اللي كان فيه رئيس الدولة ومسرح ومطاعم ومقاهي في الشارع. ممكن يسمعني دلوقتي يقول ده لسه من ساعتين أنجلا ميركل كانت رايحة بتعمل مباراة في هانوفر في ألمانيا، كان في ماتش ما بين ألمانيا وهولندا بيحاولوا ان هم يبعتوا رسالة سلام ان هم واقفين ومتضامنين مع فرنسا، فجأة قرروا ان هم يخلوا الاستاد علشان خاطر انذار بقنبلة. حقيقي فعلا الدول الغربية بتعاني هي كمان من الإرهاب وممكن تعاني من ثغرات أمنية، ولكن ده مش معناه ان احنا ما نشتغلش، بالعكس ده معناه ان احنا نشتغل اكتر ونستغل ده، نستغل ان هم كمان عندهم مشاكل فنكسب تضامنهم معانا ونحارب مع بعض الإرهاب. بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم جولتنا.